أيام الحرب العالمية التانية، بيكاسو كان عايش في فرنسا وهو أصلا أسباني. بيكاسو كان معروف إن هو ملوش في السياسة وغير مهتم بالحرب والأحداث دي، بس لما وصلته أنباء عن مذبحة بتتم وحرب أهلية بتحصل في بلده، رسم لوحة عملاقة، لوحة 8 متر في 4 متر كلها أبيض وأسود، لفتت أنظار العالم كله. الكوكب كله حرفيا كان بيتكلم عن لوحة بيكاسو، وده ساعد إنه يلفت نظر المجتمع الدولي للمذبحة والجرائم اللي بتتم هناك. اللوحة اتفكت وتركبت وسافرت وكانت بتجمع تبرعات من كل أنحاء العالم. حرفيا اللوحة كانت بتحارب. وبعد كده لما اتسأل عن اللوحة قال لهم Paintings are not done to decorate apartments. اللوحات مش معمولة عشان نزين بيها البيوت. Paintings are weapons of war. اللوحات أدوات حرب. ده كان رأي بيكاسو. وانت رأيك ايه؟